عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير يا رب وبصحة وعافية. هقول لكم على تمرين يوجا جميل من جحيم اليوجا، بس هو حلو يعني هيفرق معاكم كتير. في ناس عندها هنا بقى، انا واحدة من الناس عندي هنا شغالة على الجنب ده اكتر من الجنب ده، بيبقى فيه الخط ده، بيبقى فيه الخط ده، كل ده هيروح، هنشد الكلى، بس لازم نتبع الطريقة الصح عشان ما نعملش تجاعيد. يعني ركزوا في اللي انا هقوله، انا هعمل بقي كده كويس. لازم لو انا عملت الحركة دي هنا، الحتة دي بتتجعد، فانا لو سبتها غلط لازم احط صابعي كده، لازم احط صابعي كده وبعدين الف بوق بوشي واشد الجلد، احس بالجلد بيتشد. بالمقلب باخد مناخيري معايا، تعدوا بقى ال10 حسب مقدراتكم، ال15 ال20. انا مش عايزه اطول الفيديو عليكم، انا ممكن بوصل فيها ل50 يعني، ممكن اعملها لكم لو عايزين تقولوا في التعليقات اعمل لكم فيديو بالكامل، بس انا ما بحبش اطول الفيديوهات. اعملوها والناحية التانية برضو نفس الحكاية، لازم نحط ايدينا كده، دي هتشد الجلد كويس. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.